أينما يتجه اللاجئون يجدون المصائب تلاحقهم، ففي بلدانهم الموت والخراب والفقر والبطالة وفقدان الأمن، وفي ديار الغربة والهجرة واللجوء العنصرية والتمييز. أكثر من 555,000 عراقي هاجروا خلال 5 أعوام الأخيرة بسبب الأوضاع المتردية في البلاد. فارق الحياة 274 منهم غرقا خلال رحلة المرور إلى أوروبا عبر البحر بحسب إحصائيات رسمية. المراقبون حذروا من خطورة الهجرة، وخاصة هجرة العقول على البلاد، ولا يختلف الحال بالنسبة للسوريين عنه في العراق، إذ هاجر آلاف منهم نحو أوروبا عبر البحر، وغرق المئات منهم خلال رحلة العبور. مهاجرون من لبنان واليمن وليبيا التي اشتعلت فيها الصراعات لاحقوا بركب الهجرة نحو أوروبا، التي كان نصيبها من عمليات الهجرة 15% فقط بين دول العالم، غير أن ضجيج ساستها حول المواطنين من أصول غير غربية، والذين لا يشكلون أكثر من 10% من أصل 446 مليون مواطن بلغ الآفاق. الدنمارك الأكثر صخبا ضد المهاجرين أصدرت قوانين متشددة ضد المجمعات السكنية للمهاجرين في البلاد. الحال نفسه في المجر والسويد وألمانيا وإيطاليا، فاليمين المتعصب فيها لا ينفك عن مهاجمة المهاجرين ويعتبرهم خطرا وجوديا، فارتفعت نسبة الملاحقات والإبعاد القسري والخطابات العنصرية السياسية ضد المهاجرين وخاصة المسلمين منهم. خبراء أمنيون أوروبيون اعترفوا أخيرا بأنهم بينما كانوا يركزون على ما يسمونه براديكالية الشباب المسلمين، فقد تكاثرت ونمت عصابات التطرف اليميني والحركات النازية العنفية. وأمام هذه المصائب يبقى اللاجئون والمهاجرون محاصرين من كل صوب بالمخاطر، فإن عادوا إلى بلدانهم فلا يأمنون على حياتهم، بينما تلاحقهم العنصرية في بلاد المهجر.